بشر جابك بنت. اجت الثالثة؟ يا حصرت عليك يا عمتي. وحدة الله يا رضية. لا إله إلا الله، وأنا إيش حكيت؟ ما هي زي أمها بتجيبش غير بنات. وحدة الله يا رضية. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بدل ما تحكي للولد تقولي له مبروك والحمد لله على سلامة مرتك. مبروك والحمد لله على سلامة مرتك، مبروك زي ما قال أبوك. ألف مبروك يا بني، ألف مبروك والحمد لله على سلامة عيالك. الله يبارك. وافرد وجهك وانبسط، هذول البنات نعمة، صدقني يابا نعمة في الدنيا وثواب في الآخرة. والناس الناس يا بنية بتمنوا بتمنوا أي طفل، والله في ناس محرومة ومش لاقي يا بنية. ألف مبروك. الله يبارك بس قولي له مبروك. مبروك يابا، هذول صاروا ثلاثة، وأنا يابا والله نفسي بولد، نفسي بولد يحمل اسمك. سير ندوني أبو رضوان، أبو رضوان، أبو رضوان راح، تعال يا أبو رضوان. يا حسرت عليك يا عمتي، روح اتجوز. جارنا كان متجوز ومعاه 9 بنات، راح جاب الثاني جاب 10 أولاد، عقبال عندك مسير ب10 أولاد. وحدة الله يا رضية. لا إله إلا الله. بتبدك تجوزي أولاد كمان وحدة؟ وبعدين رحنا جوزنا وجابت بنات، اسمعي اللي بتجيب البنات برضو بتجيب الأولاد، واللي الله برزقنا فيه نحمد الله عليه. البنت زي الأرض، إيش بتزرع فيها الله برزقك. قولي الحمد لله وقولي للولد مبروك. مبروك زي ما قال أبوك. الله يبارك فيك يا عمتي. اسمع يا ابني يا راضي. قول يا ابو. بدي أحكي لك هالقصة. أنا كان لي في الزمانات 2 أصحاب، 2 اتجوزوا، هذا يخلف ولد وصاحبه الثاني يخلف إيش؟ بنت. كل ما يخلف الصاحب الأولاني ولد تاني، التاني إيش يخلف؟ كمان بنت. طيب. وما يناديله إلا بأسماء البنات، يا أبو فلانة، يزعل وهذاك يناديه يا أبو فلان. طيب روح الزمن ويجي الزمن، صار هذا عنده 3 بنات وهذا عنده 3 أولاد. لكن صدقني يا بنية، الزمن جار على اللي أجاله 3 أولاد، والزمن أسعد مين اللي عنده البنات، لأنهم طلعن متعلمات ومربيات وحنونات كويس. فالبنات هدول نعمة من الله، وزي ما بيقول المثل أبو البنات بنام متعشي وأبو الشباب بموت من جوعه. الواحد يحمد ربه على كل شيء ويقول له إيش؟ الحمد لله. الحمد لله. وألف إيش؟ مبروك زي ما قال أبوه. هذا هو. وزي ما بقول المثل يا بنية، خلفة البنات أولها شماتة وأخرها حسد. يعني المثل بيحكي أبو البنات بنام شبعان وأبو الأولاد بنام جوعان. المثل طبعا له مدلول عربي مدلول فلسطيني، وكمان بعاداتنا ومثالنا الفلسطينية وبنشوفها حتى حقيقة بالواقع، بيحكوا انه دائما ابو البنات مرزوق. بالفعل دائما المثل بنشوفه انه كل المخلفين بنات ربنا بعث له رزق من كل ابوابه. والبنت الفلسطينيه حقيقه بتساوي 1000 رجل، لانها هي الام، هي الاخت، هي المقاومه، هي الشهيده، هي ست البيت، هي اكثر من نصف المجتمع.